أي علاقة في الدنيا فيها حاجة أنا بسميها المسافة الآمنة. المسافة دي وحدك قياسها مش بالمتر ولا بالكيلو، لا، المسافة الآمنة هي مسافة خصوصية بين أي طرفين في أي علاقة، مهما كنا بنحب بعض أو بنخاف على بعض، حتى لو بننام جنب بعض على سرير واحد وعارفين بعض أكتر ما عارفين نفسنا، لكن لازم يكون في دايما مسافة خصوصية لكل واحد فينا، مسافة نقدر نشم فيها نفسنا، نختلي بروحنا من غير ما حد يضايقنا. كل واحد لازم يبقى عنده حتة صغيرة تخصه هو لوحده، ودي طبيعة البشر، ومش متناقض أبدا لفكرة الحب أو الجواز أو الصداقة. الحب ممكن يتحول لربطة أو خنقة لو استخدمنا القرب الأكتر من اللازم، بحيث إن ميبقاش فيه أي مجال لأي طرف إنه يتحرك سنتي واحد لوحده. وتبدأ بقى الأسئلة اللي من نوع بتعمل إيه وبتاكل إيه وقاعد مع مين وبتكلم مين وقاعد لوحدك ليه، وكل الأسئلة اللي الناس بتعتبر إن عدم الإجابة عن سؤال واحد فيهم ده معناه إنه ما بيحبوش، وإنه أكيد بيعمل حاجة غلط، بيخون مثلا، أو ما بقاش يحب قعدته. لكن للأسف ما يعرفوش إن كل واحد لازم يبقى عنده المساحة الكافية اللي تخليه يسمع صوت نفسه كويس، مهما كانت درجة غلاوة اللي بيحبه ومهما كانت درجة القرب. لازم ندي مساحة لبعض نتصرف فيها لوحدنا، مساحة تخص كل إنسان ومحدش يشاركه فيها. المساحة دي هي اللي بتخلينا نرجع نحب بعض من تاني، بترجع لنا الشغف من تاني لو راح، بترجع لنا ثقتنا في نفسنا، بنعيد فيها حساباتنا ونسمع صوتنا علشان الضغط ما يولدش الانفجار اللي أكيد بيجي من بعده فراق ملوش رجعة. القرب عمره ما كان قرب بالجسم أبدا، ولا حتى خنقة بالأسئلة الكتير، ولا كشف بقصة حياتنا اللي لازم نحكيها للطرف التاني كل يوم. القرب قرب قلوب، وأغلب العلاقات بتبوظ بسبب الخنقة الزيادة عن اللزوم. مفيش مساحة حتى من الوقت نديها اللي بنحبهم يكونوا فيها مش مع حد غير نفسهم وبس. صدقوني كل واحد بيحس بإن حريته لسه فيها جزء يخصه عمره ما بيمل، والحب أساسه الحرية مش قيد أبدا بيخنق ويزهق، ولا شكوك ولا مبررات لازم نفسرها في كل خطوة علشان ما يقولوش إن إحنا زهقنا من العلاقة أو مش عايزين نكمل. اللي بيحب بجد مش عايز يسمع مبررات، عايز يشوف اللي معاه مبسوط. والله إحنا بنحب بجد، بس عايزين جزء لينا، جزء يخصنا وإحنا بس اللي نبص عليه. عمر الحب الحقيقي ما كان معناه إننا ما نسيبش لينا حتة ما يعرفهاش حد غيرنا. اللي دخل قطه يلعب في الموبايل شوية ما بيخونش، واللي شرب قهوة في كافيه لوحده ما زهقش منك، واللي سرح شوية بخياله ومش مركز ما بيفكرش في حد تاني. هما بس عاشوا لو دقايق في الحتة اللي تخصهم، الحتة اللي المفروض تكون بتاعتهم، واللي مش ملك لحد أبدا غيرهم. والحتة دي هي سبب التوازن، سبب إن نكمل. فلازم نسيبها وما نقربلهاش، لازم نحترمها جماعة، وما نفسرش ليها ألف تفسير غلط وألف معنى، ومش لازم نسمع مبررات. هي جوا كل إنسان لو فهمنا كويس العلاقة هتدوم للأبد، وعمرها ما هتقع بالساهل، ولا هيوقفها روتين ولا زهق، لأنك لازم دايما تكون فاكر إن القرب قرب قلوب مش قرب جسد أبدا. تعالوا نسمع الرسالة.